سيدنا السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معنا في عقار جديد. العقار ديال اليوم خوتنا حبابنا شي حاجة اللي هائلة، شي حاجة اللي متميزة، لا من حيث الموقع لا من حيث الفينيسيو الهائل ديال هذا العقار هذا، وكذلك أهم حاجة الثمن إن شاء الله اللي غادي يكون جد مشجع خوتنا حبابنا ديال هذا العقار هذا اللي كيتواجد في المدينة الجميلة، والمدينة كيف ما كنقول دائما ذات المستقبل الظاهر، كنقولها ونأكد عليها لأن الموقع ديالها هو اللي خول لها أنها تكون من بين أحسن المدن إن شاء الله في المستقبل القريب. مدينة تمارا خوتنا حبابنا، جبنا لكم هذا العقار هذا الهائل والمتميز، ثلاثة ديال الفصاد كيف ما كتشوفوا معنا، الدار كاملة كتبع خوتنا حبابنا، ستة ديال الريدويات، عندنا السوسول، عندنا الطابق الأرضي، عندنا البرومير إيطاج والدوزيام إيطاج، وكذلك عندنا السطح، شي حاجة اللي رائعة، كيف ما قلت الموقع الجميل، مدينة تمارا، شوفوا معايا الفرصة هذا كيفاش دايرة، تحجرت، هائلة ما يمكن لكم تضيفوا لها حتى إضافة بصفة نهائية الدويرة خوتنا حبابنا، دار منزل تجاري كتكون كيف ما قلت من طابق ارضي، حنا غندخلوا ان شاء الله دابا للطابق الارضي اللي فيه المحلات التجاريه، فيه 6 ديال الريدويات، الصباغه ديال الخيال كتعم المنزل كامل، كذلك الدروج راه كله طالع برخام من الارضيه حتى للسطح، كله طالع برخام، كذلك الكارد كور بلينوكس كيف ما كتشوفوا معنا راه عندنا في الدروج وعندنا حتى في الشراجم، ها انتوما شي حاجه اللي رائعه بكل صراحه. الموقع مدينه تمارا حي الوفاق، من بين اجمل الاحياء اللي كيطلبوها الناس، من بين اكثر الاحياء اللي مطلوبه بحكم الموقع ديالها الجميل، بحكم الساكنه اللي فيها بكل صراحه، ساكنه اللي راقيه، الموقع بكل صراحه اللي رائع. ها انتم اخوتنا حبابنا، العلو ديال المحلات التجاريه راه عندنا 4 متر ونص بالنسبه للميزانين، راه عندنا 4 متر ونص ديال العلو صافيه. عندنا طوالت اعزكم الله هنا في الطابق الارضي في المحلات التجاريه، وكيف ما قلت راه عندنا 6 ديال الريدويات، 4 كيتحلوا بليد وجوج راه كيتحلوا اوتوماتيك. الموقع كيف ما قلت حي الوفاق مدينة تمارا، مساحة ديال الأرض 89 متر، مساحة ديال الأرض 89 متر، المساحة ديال ليطاج البروميير ايطاج والدوزيام ايطاج 115 متر، لأنه راه عندنا ثلاثة ديال لي فاصاد، ثلاثة الفرزات خوتنا حبابنا اللي عندنا في هذا العقار. منزل تجاري رائع، وفيه الطابق تحت الأرضي بطبيعة الحال، عندنا الطابق تحت الأرضي والطابق الأرضي 89، وعندنا البروميير ايطاج والدوزيام ايطاج 115. لاكاف كيفاش داير؟ مزلج ناضي، الامور مقاده، كاين البومبا، كاين التهويه كيف ما كتشوفوا، ومسمار ما تدقوش بكل صراحه، الدار هائله ومتميزه والموقع ديالها رائع. ها انتم السيدة المشاهدين، باقي ان شاء الله غنطلعوا البراطم وغتشوفوا الفينيسيو وتشوفوا الروعه. كنشكروا جزيل الشكر الناس اللي كيتواصلوا معنا وكيعطونا بحال هاد العقارات هادو الجميله بكل صراحه، العقارات اللي رائعه كتحمر الوجه، حتى لديتي الناس كديها بكل فرح. ما يمكنش الناس اللي يدخلوا لهاد الدار هادي وما تعجبهمش. منزل تجاري، محلة تجارية زوينين، طابق تحت الأرضي كيف ما كتشوفوا معنا، وكذلك البراطم غنطلعوا لهم إن شاء الله تشوفوهم هائلين. هنا الدروج بوحدو اللي عندنا الجليج هنا في الطابق تحت الأرضي، هاد الدريجات هادو فقط، وماشي الآخر راه كله من الطابق الأرضي حتى للسطح. ها أنتم السيدة المشاهدين، هذا الطابق الأول اللي فيه البراطم. ها أنتم في بلافو بالقبص، لي سبوت، صباغة الخيال، الريدوات الألمنيوم راه من النوعية الرفيعة، داك الشيء هائل بكل صراحة. ها أنتم السيدة المشاهدين. عندنا الفصاد الجنوبيه، عندنا الفصاد البحريه، عندنا الفصاد الشماليه، يعني عندنا الشمس، عندنا التهويه، وعندنا الفينيسيو الهائل، وكذلك ان شاء الله راه عندنا الثمن اللي في المتناول ديال هذا المنزل هذا. غير حاولوا ان شاء الله تتبعوا الفيديو من البدايه ديالو حتى الاخير، راه فيه ما يتشاف، وحتى الثمن ان شاء الله راه في المتناول، ودائما راه حنا كنتفاوضوا مع اصحاب العقار وكنحاولوا اننا نقنعوهم باتمنى اللي كتكون في المتناول. شوفوا معايا، شوفوا الحي كيفاش داير، نوعيه الخشب من النوعيه الرفيعه، كراج في الارضيه من النوعيه الرفيعه. هانتوما كيف ما قلت جميع التفاصيل ما يمكن تضيف حتى اضافه بصفه نهائيه، جيب الحويجات ديالك، جيب العائله الكبيره ديالك، وجي مرحبا بك والف مرحبا. سكن ونشاط تجاري، كثير من الاخوه كيبغيو يسكنوا وكيبغيو يزاولوا شي نشاط تجاري معين. ثلاثه ديال الشراجم، شوف ما شاء الله، الله يبارك، التهويه ما شاء الله، والموقع الرائع، والثمن المناسب خوتنا حبابنا ديال هذا المنزل هذا اللي كيف ما قلت لكم المساحه ديال الارض 89 متر، مساحه الطابق تحت الارضي والارضي 89 متر، 89 متر، المساحه ديال البروميير ايطاج والدوزيام ايطاج 115 متر، هاد زائد السطح، يعني راه منزل هائل، والثمن ديالو خوتنا حبابنا 290 مليون، منزل تجاري في حي الوفاق، موقع ديالو جد استراتيجي، شوفوا الفينيسيو، شوفوا الروعه، الثمن ديال 290 مليون، وكذلك راه الثمن ان شاء الله قابل للتفاوض. يلا مرحبا بكم الف مرحبا. هذه راه شومبر بالبلاكار ديالها، بالشرجم ديالها، وكذلك بالبالكون ديالها.
فو بلافو بالكارس لي سبوت بانو التلفازه دايز كلشي الامور مزيانه كلشي الامور رائعه. كنحيي جميع الاخوه والاخوات اللي كيتصلوا بينا. هانتوما شوفوا الحي كيفاش داير. كنحييكم خوتنا احبابنا، كنشكركم جزيل الشكر على التفاعل وعلى بارطاج القناه. كثير من الاخوه والاخوات اللي كيتواصلوا معنا، وكثير من الاخوه والاخوات اللي كيديروا واحد التعليقات الايجابيه، وكذلك كيديروا لي لايك، وكذلك كيبارطاجيو القناه ديالنا مع الاخوه اللي داخل ارض الوطن، وكذلك اخوه خارج ارض الوطن. هذا كيفرحنا وكيحفزنا اننا ان شاء الله نبدلوا المزيد. هاد الشومبر هادي خوتنا احبابنا اللي في بروميير ايطاج، هادي شومبر دابا، ولكن راه دايز لاستراسيو ديال الكويزين. اللي بغى يديرها، اللي بغى يدير كوزينه في الطابق الاول راه بامكانه. كاين بعض الناس كياخذوا العقار كيبغيو يكريوه. هنا لو بغيتي دير مثلا هاد لا شومبر هادي بغيتي ديرها كويزين، راه كلشي الامور دايزه، راه حالها ساهل يعني، كلها الامور مقاده. حنا غنطلعوا للطابق الثاني ان شاء الله ونشاركوا معكم الكوزينه بحالها. هي كوزينه تبارك الله اللي في الدوزيام ايطاج كبيره. هذا الحمام ديال هاد ليطاج، واللي بغى يدير شومبر طرونطا راه بامكانه ذلك. كذلك اللي بغى يجي يشوف العقار مرحبا به، اللي بغى يجي يشوف الدار مرحبا به والف مرحبا. هانتوما السيد المشاهد، مساحة تبارك الله كبيرة، ثلاثة ديال الواجهات، الحي هائل، عندنا المكازات راه عندنا كيف ما قلت ستة ديال الريدويات، عندنا السوسول الثمن ديال 290، راه ثمن 290 راه جد مشجع، وكذلك إن شاء الله راه قابل للنقاش، هذا الثمن هذا نتفاوضوا فيه، جيو اللي انتريسي بهذا العقار هذا يتصل بيا عبر أرقام الهاتف. حنا الحمد لله راه ورينا لكم الحي ورينا جميع التفاصيل، ولكن الحمد لله عندنا كامل الثقة فيكم أنكم لو تجيو تشوفوا هذا العقار راه غتصلوا بنا. اتصلوا بنا، مرحبا بكم ألف مرحبا، وحنا إن شاء الله بطبيعة الحال راه ما نزيدكم إلا الخير. شوفوا معنا الدروج كيفاش داير. هذا هو الطابق الثاني خوتنا احبابنا اللي غادي نشارك معكم. هذه اعزائي المشاهدين لابارتمون الثانيه اللي معنا في هذه الدار، هذه في ليطاج الثاني، دار هائله بكل صراحه. انتم السيد المشاهدين اللي بغى يدير زياره مرحبا به، اللي بغى يجي يشوف هذه الدار مباشره مرحبا به، اتصل بنا عبر ارقام الهاتف المبينه في الشاشه وحنا نزودوه بجميع المعلومات. وكذلك اللي بغى كيف ما قلت اللي بغى يدير زياره يتصل بنا مرحبا به. هانتوما هذه الكويزين اللي قلت لكم لتحت اللي في بروميير ايطاج راه بحالها. هانتوما نفسها كيف ما قلت لكم انستالاسيو ديال الكوزين اللي في البروميير ايطاج راه دايزه، يعني اللي بغى يدير كوزين في البروميير ايطاج راه متوفره وسهله الامور. داكشي رائع، داكشي ممتاز، والثمن راه في المتناول، والموقع راه جد استراتيجي. هانتوما ما يمكنكم تضيفوا حتى اضافه بالصفه النهائيه خوتنا احبابنا على هذا العقار هذا الهائل والمتميز بكل صراحه. هانتوما سيد المشاهدين كنشكروا جزيل الشكر الناس اللي كيتواصلوا معنا وكيعطيونا بحال هذه العقارات المتميزه، دار جديده ما يمكن لك تضيف لها حتى اضافه بالصفه النهائيه. هذا الحمام ديال لي شومبر ديال الناس، وعاد عندنا الحمام ديال لا شومبر بارونطا راه كبير، الدريسينغ ديالو هانتوما شوفوا النوعية ديال الباب، شوفوا هانتوما السيد المشاهد داكشي هائل ومتميز. وكيف ما تنقول دائما راه التصوير كيكون تقريبي، اللي بغى يشوف العقار مباشرة يتصل بنا عبر أرقام الهاتف وحنا نجيبوه إن شاء الله حتى لهاد الدويرة هادي في التحفة الجميلة. هانتوما خوتنا حبابنا من التلفون، داكشي رائع جدا. هانتوما ثلاثة ديال الفصادات، مساحة الهائلة، وبهذا الثمن هذا ديال 290 مليون، والثمن إن شاء الله راه قابل للتفاوض، فرصة هائلة ومتميزة لامتلاك منزل تجاري في حي الوفاق. يمكن لك تزاول النشاط ديالك، وبطبيعة الحال يمكن لك تستقر. كاين بعض الناس اللي بغاو يسكنوا في الدار ولا يسكنوا في الدار وكيكون عندهم نشاط تجاري تحت، كلشي كيكون قريب ليهم. هذه راه متوفرة لكم، مساحة تبارك الله ديالها هائلة، فينيسيو ديالها كيف ما لاحظتوا معايا كيف ما شفتوا كيف ما تبعتوا على الفيديو والبداية ديالو، فينيسيو بكل صراحة هائل ما يمكن لك تضيف حتى إضافة. هانتوما السيد المشاهدين هادي راه فيها حتى جوج ديال لي شومبر، وفيها الصالون، فيها البالكونيات، وثلاثة ديال الواجهات، ثلاثة ديال الفصادات تبارك الله راه هائلة جدا. هانتوما هذا البلاكار ديالو بالباركون ديالو وكذلك بالشرجون ديالو، الدار راه مشمشة مضوية ومهوية. هانتوما عندنا هاد الوسط ديال الدار، ملي كتدخل لابارتمون كتلقى هاد الوسط هذا كيكون عنده واحد المساحة كيعطي واحد النظرة جميلة للعين وكيعطي واحد الأريحية. هانتوما السيد المشاهدين شومبر بارونطار هائل جدا، بجوج ديال الشراجم وبالباركون. هانتوما كالكور راه بلي بوكس، النوعية ديال الخشب راه من النوعية الرفيعة، كذلك النوعية ديال السانيتير كيف ما شفتو معنا من النوعية الرفيعة، كذلك الألمنيوم راه من النوعية الرفيعة. يعني جميع الأمور اللي غتحبوها واللي غتبغيو تلقاوها في العقار ديالكم غتلقاوها في هذا المنزل هذا التجاري المستقل. هانتوما السيدي المشاهدين الدريسينغ ديالنا والدون عام سيدي، الخشب حتى هو النوعية مزيانة. هانتوما
وهذا الحمام ديالنا، هانتوما سيدنا المشاهدين، هذا الحمام الخاص بغرفة النوم، وكذلك عندنا البالكون وجوج ديال الشراجم فوق بلافون قص لي سبوط الريدوات الخلاصة الكتريك، كلشي كلشي رائع، والصباغة ديال الخيال راه كتعم المنزل كامل هانتوما سيدنا المشاهدين، رائعة وممتازة، نتمناو لكل صديق ولكل حبيب. شوفوا النوعية الخشب، شوف الدروج كيفاش داير، كارت كور بليموكس كيف ما قلت لكم، اضافه واحده ما ديتوهاش. نطلعوا للسطح ونعاودوا نتلاقاو بكم خوتنا حبابنا. السطح ديالنا اعزائي المشاهدين منزل خاص بعشاق السكن المستقل، ها انتم السيد المشاهد، المسجد اللي قريب لينا ديال حي الوفاق، العمارات اللي شارع الحسن الثاني ار بلس 6، ها انتم وقريب للدوبل فول اللي غتخرج لشارع الحسن الثاني، ها انتم السيد المشاهد. شوف السطح قداش، الله يبارك. نتمنى خوتنا حبابنا هذا العقار يعجبكم، ما عليكم الا تواصلوا معنا عبر ارقام الهاتف المبينه في الشاشه، اللي بغى يدير زياره مرحبا به، اللي بغى اي معلومه اضافيه يتصل بنا، كنكونوا فرحانين كنكونوا سعداء اننا نتواصل معكم، وكذلك اللي عنده اي عقار وبغى يعرضوا على القناه يتصل بنا، راه نكونوا راه الاشاره والحمد لله رحنا لينين، الامور كلها سهله الحمد لله رب العالمين، ما تلقاو الا الخير عن طريقنا ان شاء الله الرحمن الرحيم، الله يحفظكم ونجيكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.